شوفي بقى يا منمن، احنا خلاص بعون الله كده داخلين على المدرسه تاني او دخلنا خلاص، يعني يعتبر الروتين اليومي بتاع الاجازه خلاص هيتلغي هيتغير. بيقول لك في حاجات ممكن كل ام تعملها علشان تفضل محافظه على حاله الحب الكبيره. الحب كده كده موجود ما بين الام وولادها رايح جاي طول الوقت، بس عشان تفضل هي محتفظه بان هم حواليها وحابين وجودها معاهم او ماسكين فيها زي ما بيقولوا، اول حاجه ان الولاد يكون ليهم ساعه معاكي كل يوم، تتكلموا تعملوا اللي انتوا عايزينه، تهزروا تضحكوا تلعبوا تجروا ورا بعض، تدخلوا معاكي المطبخ، تدخلي معاهم اوضهم، اعملوا اللي انزلي انت لمستواهم، ما تتوقعيش منهم انهم طول الوقت هم بيفكروا زيك وهم يطلعوا لك، انزلي لهم انت، وفي الحاله دي بتقربي مسافات كتيره وكبيره هتساعدك بعد كده في اللي جاي. ده حقيقي يا ايمان، ومفيش ام تقول انا ما عنديش وقت، يا جماعه هجيب وقت منين؟ انتوا بتتكلموا في احلام ان انا الاقي ساعه واقعد معاهم. اوجدي الساعه دي باي طريقه وبشكل مركز ومكثف وبعيد عن الموبايلات. الحاجه الثانيه كمان شاركيهم احداثك اليوميه، كنت عندك احداث في الشغل مع اصحابك احكي، لان الولاد سفنجه بتمتص كل حاجه وبتخزنها هنا وتستدعيها وقت ما بتعوزها. يقول لك امي في يوم من الايام قالت لي كذا، امي عملت موقف لطيف مع حد، موقف انساني في الشارع. احكي له يومك فيه حاجات بتعلم فيهم وتخليهم لما يكبروا يعرفوا يتصرفوا في المواقف دي. ما تفتكريش ان هو كلام كده فض مجالس وخلاص، لا ده بيفضل متخزن جواه. طبعا، وكمان في نقطه مهمه قوي انك تشجعيهم وتديهم ثقة في نفسهم طول الوقت، حتى لو غلطوا، لو غلطوا التوبيخ وانه ازاي تعمل كذا وانت ليه ما عملتش، هم غيرك احسن منك في ايه، ما تشوف بنت خالتك ولا ابن خالتك ولا جارنا ولا فلان ولا علان، فانت عماله بتهدمي 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 في الثقة في نفسه وبتهدمي شخصيته وكيانه. حتى لو غلط، ما هم موجودين الولاد عشان يغلطوا واحنا موجودين عشان نصلح لهم، على فكرة مش اختراع هو، بالعكس انت لما تديله ثقة في نفسه وتفهميه ان هو لا يقدر يعمل اي حاجه، انت بتدي له مسؤوليه كبيره هو بعد كده لازم يحافظ عليها عشان يفضل كبير في عينيكي طول الوقت. فهي دي بطريقه غير مباشره، لكن لو هدمتي ثقته في نفسه طيب ما خلاص بقى ما هي باظت. فالثقه في النفس مهمة. بناء الثقه في النفس عند الولاد حلوه، وكمان ثقته بينه وبينك، ما تطلعيش اسراره قدام جيرانك ولا قدام اختك ولا مامتك، ده عمل كذا وكذا، هو كان جه قال لك على سر. ممكن على فكره الولاد بيتجرحوا جدا ويمكن يزعل منك خفيف كده بس يشيلها في نفسه، مش هيقولك على حاجه تاني. قفلت الباب بينك وبين ولادك، عمرهم ما هيجوا يقولوا لك على اسرار بينهم وبين اصحابهم، او عايزه تحكي لك بنتك في سن مراهقه على مشكله عند واحده صاحبتها، ما تروحيش تحكيها لخالتها ولجدتها، لان هيفقدوا الثقه بينك وبينهم وهيلجأوا لحد تاني. فبلاش بلاش نضيع الثقه دي. وما تستخدمش اسرار الولاد فزاعه، يعني انه البنت جت حكيت لك سر باعتبار ان هي وثقت فيكي وان انت حضنها وان انت امها وان انت اللي بتحتويها وان انت صاحبتها والمفروض تصاحبيها، تيجي انت بقى بعد كده لو ما عملتيش كذا هقول لابوكي على اللي انت قلتيه لي امبارح. ايه يا ست كل اللي انت بتعمليه ده؟ ما ينفعش، ده انت خربتي الدنيا. انت اولا دمرتي ثقتها فيكي، خليتيها شايفاكي على انك انت مصدر تهديد ورعب بالنسبه لها، ما بقيتيش انت الام، بقيتيش انت الحضن بالنسبه لها، هي مش هتجري على حضنك، هي هتجري منك. انت خلقتي فجوه كبيره، الزمن حتى بعد كده مش هيعالجها، لان كل ما البنت بتكبر اسرارها بتكبر معاها وحكاياتها وقصصها بتكبر معاها، وان قصصها دي ما اتقالتلكيش انت هتتقلل صاحبتها، وفرق كبير ما بين توجيهك وتوجيه صاحبتها على السوشيال ميديا بقى واي عابر سبيل. والولد كمان يعني طبعًا. الولد محتاج الام تصاحبه، ليه لا؟ ليه ما يبقاش ابني صاحبي من المراهقه لحد ما يكبر ويبقى في بيني وبينه اسرار وصداقه واخد رايه؟ على فكره هم بيفهم اكتر مننا. انا باخد راي ابني في حاجات كتير جدا، يعني ما بقاش احنا خلاص اللي فاهمين كل حاجه، لا هم فاهمين اكتر مننا. انت صح يا منى، فكرتيني بحاجه جميله. بتعملي كده مع عمر؟ جدا. انت فكرتيني، عمر بقاله فتره يعني يمكن سنه كده، وانا اول مره استغربت قوي، اول مره هو يسالني عملتي ايه في الشغل النهارده يا ماما، كان ماشي كويس، ايه كان عندك حاجه، عملتي ايه في الحلقه، طب كويس، طب ليه ما تعمليش كذا. بدا هو نفسه بيلعبوا الدور اللي احنا كنا بنلعبه مع ماما صغيرين، فخلاني انا بالظبط. برافو عليك. خلاني انا بعد كده بقيت اساله طب رايك يا عمر دي تتعمل كذا ولا كذا، فيسرح الاول عشان يديني راي صح، لانه رايه ده شايف ان هو مسؤوليه كبيره، وهم شايفين من بره الدنيا كويس قوي قوي وشايفين العالم ماشي ازاي، فبيتطوروا قوي
طبعا. فليه لا، ليه ما نصاحبهمش لحد اخر وقت؟ انت بتاخدي راي كريم برضه؟ اه طبعا طبعا. جميل، انا هاخد راي كريم قريب. ان شاء الله ربنا يبارك.